في سجن ترى جنوبي القاهرة ترجح العديد من المصادر القضائية أن تجرى أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي التي حددتها السلطات القضائية الشهر المقبل بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين إبان أحداث قصر الاتحادية. محاكمة أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير يراها مراقبون نقطة مهمة في الصراع الدائري بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطة. المقربون من الجماعة قالوا إن الخطوة محاولة تستهدف تقويض ما وصفوه بشرعية الرئيس المعزول في الشارع وتوجيه ضربات موجعة لجماعته لإضعاف موقفها التفاوضي مع الحكومة المؤقتة. زيادة أعداد المؤيدين للرئيس مرسي، وده اللي ظهر بصورة كبيرة قوي في 6 أكتوبر الماضي، وبالتالي كان هناك محاولة لإفراغ هذه الشرعية من مضمونها بالقول بأنكم تساندون مجرم وأنكم تساندون شخص متهم. وتزامنا مع تحديد موعد محاكمة الرئيس المعزول جاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي بحل جمعية الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها بشكل نهائي لعدم توفيق الجمعية أوضاعها القانونية مع الدولة كما تقول الوزارة. قرر وزير التضامن مادة أولى حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم 644 لسنة 2013. مادة ثانية وضع كافة أموال جمعية الإخوان المسلمين تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. من جانبها تقول جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها إن القرارات الصادرة من الحكومة الانتقالية لن تفوت في عضدها، أمر يتفق معه مراقبون ويرجعونه إلى أن الجماعة اعتدت العمل السري خلال العقود السابقة. أنت بتتحدث عن جماعة هي متعودة على مسألة قرار هذا الحل كثيرا، فهو التأثير عليها ربما يكون تأثير قانوني على اعتبار أن جمعية الإخوان المسلمين كان هو الشق القانوني اللي بيدي رؤية للجماعة من الناحية القانونية أو من الناحية المؤسسية، لكن هي مش في حاجة إليه. ويدعو تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى تظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل وخلال عيد الأضحى الأسبوع القادم بمناسبة مرور 100 يوم على أحداث 30 يونيو التي نجم عنها عزل مرسي وحظر جماعته واعتقال كثير من أنصاره. مسلم قنديل، الحرة، القاهرة.